السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي التلاميذ والتلميذات، طبتم وطاب يومكم، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حال جيدة. إذا أعزائي، لازلنا نواصل دروسنا عن بعد. اليوم سأقدم لكم درسا في مادة اللغة العربية، مكون الإملاء، المستوى الثالث ابتدائي. لازلنا في مجال الحياة والماء، إعداد وتقديم الأستاذة سلوى. إذن عنوان درسنا هو علامات الترقيم. أعيد، عنوان درسنا علامات الترقيم. إذن كما تعودنا أعزائي، قبل أن نخوض في الدرس لابد أن نتعرف الأهداف التي يجب تحقيقها. يتمكن المتعلم من التعرف على علامات الترقيم وتركيبها في جمل مفيدة. إذن أعزائي لاحظوا معي، سأقرأ هذا النص وأنتم تابعوا معي. استمعت إلى أبي بانتباه عندما حدثني عن منتجع عين آسردون، فقلت له: ما أروعه من منتجع. قال: هل تحب زيارته؟ إذن أعيد: استمعت إلى أبي بانتباه عندما حدثني عن منتجع عين آسردون، فقلت له: ما أروعه من منتجع. قال: هل تحب زيارته؟ إذن أعزائي لاحظوا، هذا النص تتخلله مجموعة من العلامات. إذن حاولوا أن تستخرجوها لي. إذن استخرجوا لي العلامات التي كتبت بلون مغاير. أحسنتم. إذن هذه هي العلامة الأولى، وهذه هي العلامة الثانية، وهذه هي العلامة الثالثة، وهذه هي العلامة الرابعة. إذن لاحظوا أعزائي، هذه العلامات لا شك أنكم تعرفونها، لأنكم عندما تقرؤون النصوص القرائية، عندما تقرؤون النصوص القرائية تجدونها ضمنها. إذن ما اسم العلامة الأولى؟ أحسنتم. إذن تسمى الفاصلة، والعلامة الثانية تسمى النقطة، والعلامة الثالثة تسمى علامة التعجب، أما العلامة الأخيرة تسمى علامة الاستفهام. أعيد، إذن عندنا العلامة الأولى الفاصلة، والعلامة الثانية هي النقطة، والعلامة الثالثة هي علامة التعجب، أما العلامة الرابعة فهي علامة الاستفهام. إذن هذه العلامات ماذا تسمى؟ أحسنتم. إذن هذه العلامات كلها تسمى علامات الترقيم. أعيد، هذه العلامات تسمى علامات الترقيم. إذن علامات الترقيم هي الفاصلة والنقطة، علامة التعجب، وعلامة الاستفهام. أعيد، علامات الترقيم هي الفاصلة والنقطة، علامة التعجب، وعلامة الاستفهام. إذن بعدما تعرفنا على علامة الترقيم، الآن سنتعرف متى نكتب هذه العلامات. إذن لاحظوا معي، سنرجع إلى النص. عندنا استمعت إلى أبي بانتباه عندما حدثني عن منتجع عين آسردون. لاحظوا هذه العلامة، قلنا تسمى الفاصلة، متى نكتب الفاصلة؟ أحسنتم. إذن هي توجد أين؟ نعم، إذن هي توجد وسط الكلام. إذن نكتب الفاصلة بين الجمل. أعيد، تكتب الفاصلة بين الجمل. إذن أنا عندما كتبت الجملة أنا لم أنتهي بعد، إذن لازلت أواصل حديثي، لذلك نضع الفاصلة ثم نواصل حديثنا. إذن الفاصلة تكتب بين الجمل. أما هذه العلامة وهي قلنا تسمى النقطة، متى نكتبها؟ أحسنتم. إذن لاحظوا إنها توجد في نهاية الجملة، إذن في نهاية الكلام. إذن نضع النقطة عندما نتم كلامنا وننهيه، نضع النقطة. إذن النقطة تكتب في آخر الكلام، في آخر الكلام. لاحظوا معي كذلك هذه العلامة أعزائي، هذه تسمى ماذا؟
أحسنتم، هذه تسمى علامة التعجب. إذن سأقرأ الجملة وأنتم لاحظوا معي. ما أروعه من منتجع. إذن هذه الجملة تحتوي على أسلوب التعجب، ما أروعه. إذن نكتب هذه العلامة إذا تعجبنا من شيء ما، عندما يكون لنا أسلوب التعجب، أو إذا تعجبنا من أمر ما نضع علامة التعجب. ما أروعه من منتجع، ما أجملها من فتاة، ما أطيبه من طعام، ما أجمل الزهور، ما أروع منظر الطبيعة. إذن دائما علامة التعجب نضعها إذا تعجبنا من أمر ما، نضعها في نهاية الجملة التعجبية. كذلك أعزائي لاحظوا هذه العلامة، قلنا تسمى علامة الاستفهام، هل تحب زيارته؟ إذن هذه العلامة نكتبها في آخر السؤال، نكتبها في آخر السؤال. إذن عندما نطرح السؤال نكتب في نهايته علامة الاستفهام. إذن إذا أردنا أن نستفهم عن شيء ما نضع علامة الاستفهام، هل تحب زيارته؟ أعطيكم أمثلة كذلك، هل تحب مشاهدة الرسوم المتحركة؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ أين تسكن؟ كم في جيبك من نقود؟ لماذا أنت غاضب؟ إذن دائما أضع علامة الاستفهام في آخر السؤال، عندما أطرح السؤال أضع في نهايته علامة الاستفهام. إذن أستنتج أن علامات الترقيم هي الفاصلة والنقطة، علامة التعجب، وعلامة الاستفهام. إذن قلنا علامات الترقيم هي الفاصلة والنقطة، علامة التعجب، علامة الاستفهام. إذن الفاصلة تكتب بين الجمل، أما النقطة تكتب في آخر الكلام، علامة التعجب تكتب آخر جملة التعجب. إذن علامة التعجب نكتبها في آخر جملة التعجب، أما علامة الاستفهام تكتب في آخر السؤال. أعيد، علامة الاستفهام تكتب في آخر الاستفهام. إذن أعزائي عزيزاتي، الآن سأعطيكم بعض التمارين حتى نطبق ما تعرفنا عليه. إذن أضع داخل كل مربع ما يناسب من علامات الترقيم. إذن عندي الفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب. إذن سنحاول أن نضع علامات الترقيم في الخانات المناسبة. هل سمعت شلالات أوزود؟ إنها أكثر شلالات المغرب ارتفاعاً، تقع بإقليم آزيلال ويقصدها زوار كثيرون، فما أروع منظرها وما أروع موقعها. إذن أعزائي ضعوا علامات الترقيم في المربعات المناسبة أو داخل كل مربع. أصل كل علامة ترقيم بالجملة المناسبة لها. ما أطيب روائح الورود والأزهار، بعين سيدي حرازم مياه معدنية. لماذا تستحم بالمياه المعدنية؟ إذن أعزائي كل جملة صلوها بعلامة الترقيم المناسبة، عندي الفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب. إذن كل جملة سنصلها بعلامتها المناسبة. الآن أعزائي أوقفوا الفيديو ثم أنجزوا هذه التمارين على كراساتكم، بعد ذلك سنقوم بالتصحيح. إذن أعزائي الآن سنصحح التمارين. أضع داخل كل مربع ما يناسب من علامات الترقيم. إذن سنبدأ. هل سمعت بشلالات أوزود؟ إذن هل
أطرح السؤال، هل سمعت بشلالات أوزود؟ إذن أي علامة سأضع؟ حسن، إذن سأضع علامة الاستفهام. إنها أكثر شلالات المغرب ارتفاعاً، تقع بإقليم آزيلال. إذن ماذا سأضع وسط الجملتين؟ أحسنتم، إذن سأضع الفاصلة، أنا لم أنهي كلامي بعد، إذن سأضع الفاصلة، قلنا نضعها بين الجمل. تقع بإقليم آزيلال ويقصدها زوار كثيرون. إذن ماذا سأضع كذلك بين الجمل؟ حسن جدا، سنضع كذلك الفاصلة، قلنا الفاصلة نضعها بين الجمل حتى أنا لم أكمل حديثي. قلنا تقع بإقليم آزيلال ويقصدها زوار كثيرون. إذن ماذا سأضع هنا؟ انتهيت من الحديث. أحسنتم، سنضع النقطة. فما أروع منظرها، إذن ما أروع، ماذا سأضع هنا؟ جيد، سأضع علامة التعجب لأني تعجبت، أعجبني المنظر فتعجبت. فما أروع منظرها وما أروع موقعها، إذن كذلك ماذا سأضع؟ جيد، سأضع علامة التعجب. إذا الآن أعزائي ننتقل إلى التمرين الآخر. أصل كل علامة ترقيم بالجملة المناسبة لها. ما أطيب روائح الورود والأزهار، ما أطيب، إذا هنا أتعجب، إذا ماذا سأضع؟ أحسنتم، سأضع علامة التعجب. بعين سيدي حرازم مياه معدنية، انتهى الكلام، ماذا سأضع؟ حسن جدا، سأضع النقطة. لماذا تستحم بالمياه المعدنية؟ ماذا أطرح هنا؟ السؤال، إذا ماذا سأضع؟ أحسنتم، سأضع علامة الاستفهام. لماذا؟ إذا نضع علامة الاستفهام في آخر السؤال. إذا أعزائي عزيزاتي، بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى بحول الله. أشكركم على حسن المتابعة والإنصات.